أهلا بكم مشاهدينا الأكارم، وهذه تغطية جديدة من القاهرة عاصمة الخبر، نتناول فيها آخر المستجدات وحركات الاضطراب في أوروبا. نتناول في هذه التغطية الاضطرابات في فرنسا، حيث أقرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن بأن قانون إصلاح نظام التقاعد يثير تساؤلات وشكوكا، وتعهدت بورن بإجراء مناقشات شفافة حول القانون الذي يقضي برفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما. يأتي ذلك في نهاية اليوم الثاني من التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا. دعت النقابات الفرنسية إلى تظاهرات جديدة يومي 17 من فبراير الجاري ضد قانون إصلاح نظام التقاعد. كانت اشتباكات اندلعت في وقت سابق بين الشرطة والمحتجين على تعديلات القانون، ما دفع قوات الأمن لإطلاق الغاز المسيل للدموع والمياه لتفريقهم. وذكرت الشرطة الفرنسية أن أعداد المحتجين بلغت 1,270,000 شخص، بينما أكد الاتحاد العام للنقابات أن المظاهرات شهدت مشاركة 2,800,000 شخص. في غضون ذلك أفادت وسائل إعلام فرنسية باعتقال قوات الشرطة ل23 شخصا من المشاركين في الاحتجاجات. كانت فرنسا شهدت إضرابا واسعا في البلاد واحتجاجات على خطط الحكومة لإصلاح نظام التقاعد. ويأتي الإضراب تلبية لدعوة النقابات العمالية الكبرى في البلاد عقب الإضراب الذي تم تنفيذه في 19 من يناير الجاري، وأدى إلى توقف القطارات وإغلاق مصافي الوقود والحد من توليد الطاقة. الاقتصاد ثم الاقتصاد ثم الاقتصاد، لا صوت يعلو فوق صوت الأزمات. هنا في فرنسا ما زالت موجة الغلاء تضرب بقوة، والقطاع التجاري تجاوز الركود إلى مرحلة الإغلاق، والنتيجة تسريح للعمال وقفزات جنونية في الأسعار. رسالتي هي للحكومة أولاً ضد مشروع قانون التقاعد وضد ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة والغذاء، ولهذا شعارنا الشباب الماسي والكبار في المعاناة، هذا المجتمع لا نريده منذ 4 سنوات، ونحن نحارب هذا وسنظل وسنكون بأعداد أكبر، لأن ما يحدث الآن هو مهزلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. من ناحية حكومتنا إهانات وعدم اهتمام بنا. كفى كفى، أنا هنا من أجل أولادي وأحفادي، لأن المستقبل بالنسبة لي ضبابية، هذا بالنسبة لي. ثم أغنية نحن هنا نحن هنا، حتى ولم لم يريد ماكرون هذا نحن هنا. أنا هنا للتظاهر ليس فقط لملف التقاعد، بل القدرة الشرائية والتي ضعفت كثيرا، وارتفاع الأسعار المتواصل، وكل ما يحدث في فرنسا اليوم. نحن هنا اليوم للتظاهر ضد سن التقاعد 64 عاماً، إنها مهزلة ومأساة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وسنرفضه. السيد ماكرون لم ينتخب ليقوم بعمل المعاش لسن 64 عاماً، لقد انتخبناه لتفادي الأسوأ، هذا كل ما في الأمر، لابد أن يضع في اعتباره ما يراه الفرنسيون. السياسه والاقتصاديون وايضا وسائل الاعلام المحليه اجتمعوا على تحميل الحرب الروسيه الاوكرانيه مسؤوليه الازمات الاقتصاديه المتتاليه في فرنسا. وبالرغم من انخفاض اسعار الغاز والسلع الغذائيه في السوق العالميه، الا ان اسعار الكهرباء في زياده مستمره. هذه الزياده فاقمت المعاناه في الاسواق، ومنها اللحوم التي ارتفعت اسعارها بنسبه تجاوزت 30%.
نحن هنا لفترة طويلة طول ما حكومة ماكرون لا تنصت لنا، سنواصل رفض مشروع تقاعد. أنا أصلا بالمعاش لا أفعل شيئا، سأظل بالشارع حتى يتم الاستماع إلينا. جئنا اليوم بقافلة 63 فردا كانت كاملة العدد، سيكون هناك أعداد أكثر. هو يعمل لصالح الشركات الكبرى. أسعار الوقود هي الأخرى شهدت زيادات قياسية دفعت تكاليف نقل الأفراد والبضائع إلى مستويات غير مسبوقة، منذرة بتفاقم موجة الغلاء المستمرة منذ العام الفائت والتي رفعت حالة السخط الشعبي لمستويات لم تشهدها فرنسا منذ سنوات. ليس لديهم خيار آخر، لأن الشعب فاض به الكي، لأن الحكومة تساند أصحاب العمل. سنواصل المقاومة حتى التسليم. أعتقد أنهم سيسلمون بين لحظة وأخرى المعاش حتى 64 و65 عاماً. لا يمكن تنفيذه، نحن أصلاً في هذا العمر لا نستطيع العمل. هذه البلاد أصبحت الآن بهذا المنطق لا يمكن أن نفهمها، ولهذا أنا متواجد هنا، لا بد من أن نتقدم. السلطات الفرنسية من جهتها وصلت إرسال رسائل التطمين للشارع، لكن أثرها ما زال غير ملموس في واقع يئن فيه المواطن من نمط حياة اعتمد على ترشيد الاستهلاك وأزمات مستمرة فرضت سياسات حكومية جديدة أوصلت عاصمة النور للظلام الحالك للمرة الأولى. في غضون ذلك رصدت كاميرا القاهرة الإخبارية مظاهرات في مدينة مرسيليا احتجاجا على خطط الحكومة لإصلاح نظام التقاعد. شارك في المظاهرات جون لو ميلانشون رئيس حزب فرنسا الأبية. إضراب واسع النطاق أدى إلى شل الحركة داخل فرنسا بعد أقل من 3 أسابيع على تنظيم أول إضراب احتجاجاً على خطط الحكومة لإصلاح قانون التقاعد. الإضراب الذي دعت إليه نقابات العمال تسبب في تعطيل إنتاج الكهرباء، حيث أعلنت الشركة الفرنسية للكهرباء انخفاض إمدادات الطاقة بنسبة 4.4%، وذلك بعد انضمام العاملين في المفاعلات النووية ومحطات الطاقة الحرارية إلى الإضراب. بينما قالت شركة توتال إنرجيز أنه تم تأخير تسليم كميات كبيرة من المنتجات البترولية مع إضراب ما بين 75% إلى 100% من العاملين في المصافي ومستودعات الوقود. أما وسائل النقل العام في فرنسا فتم تشغيل واحد فقط من كل 3 قطارات عالية السرعة، كما تحرك عدد أقل من القطارات المحلية والإقليمية في الوقت الذي تعطل فيه مترو باريس بشدة. من جانبها قالت نقابة معلمي المدارس الابتدائية إن نصف المعلمين شاركوا في الإضراب، كما تشارك فيه أيضا قطاعات أخرى من بينها محطات البث الحكومية. النقابات العمالية أعربت عن رغبتها في مواصلة الضغط على الحكومة الفرنسية منذ الاحتجاج الأول الذي تم تنظيمه في 19 يناير الماضي، حيث شارك حينها أكثر من 1,000,000 شخص في مسيرة لمعارضة رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً بدلاً من 62. على صعيد آخر تتمسك الحكومة الفرنسية بقرار إصلاح النظام التقاعدي، إذ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الإصلاح ضروري لضمان استمرار عمل نظام المعاشات التقاعدية، بينما أفادت تقديرات وزارة العمل الفرنسية بأن رفع سن التقاعد بمقدار 2 عامين يسمح للنظام بتحقيق التوازن بحلول عام 2027. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مرسيليا مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير للوقوف على أحدث التطورات. خالد أهلا بك أولا معنا،
تصريح الحكومة بأنهم 1,270,000. النقابات تقول أن العدد المتظاهرين 1,800,000. بين هذه الأعداد الذي بالتأكيد تجاوزت المليون، نرى أن أحدث تصريحات واردة من فرنسا اليوم تخص وزير العمل الفرنسي مهندس مشروع قانون التقاعد أوليفي دوسبت: حتى وإن كانت التعبئة مهمة جدا فإن السلطة التنفيذية لا تتراجع في يقينها. كيف تلقت النقابات لديك هذا التصريح وكيف فهمت هذا التصريح، وهل عدته نوع من الاستفزاز؟ نعم رعد، بالتالي بالفعل هناك الكثير من ردود الأفعال الخاصة باتحادات العمال وبصفة خاصة أنها دعت إلى احتجاجات في 17 من فبراير القادم. ما زالت القبضة الحديدية ما بين الحكومة الفرنسية من ناحية وأيضا النقابات العمالية والأحزاب اليسارية من ناحية أخرى. رعد، الحقيقة أوليفي دوسوبت أكد، وهو وزير العمل الفرنسي مهندس هذا المشروع، أكد على أنه يتفهم غضب بعض من النقابات العمالية، ولكن الحكومة مستمرة في تمرير هذا المشروع من خلال الديمقراطية التي تتيحها مناقشة بعض من البنود داخل البرلمان الفرنسي والجمعية الوطنية الفرنسية. الحكومة الفرنسية تريد نقل هذا الصراع إلى البرلمان، والنقابات العمالية والأحزاب اليسارية رعد تريد الاستقواء بالشارع. ولهذا كان هناك يعني تصريح لجون لوك ميلانشون الذي كان هنا بمدينة مرسيليا وحضرنا وصرح لنا وصرح لباقي القنوات الفرنسية بأنه على الرئيس الفرنسي الاستماع إلى الشارع وطرح مشروعه إلى الاستفتاء ليقول الفرنسيين ويحدد الفرنسيين ما إذا كانوا هم موافقون على هذا المشروع أم لا. وهذا كان ليس يعني طلبا خاص بطبعا جون لوك ميلانشون وحده، ولكن بجميع النقابات العمالية وأيضا الأحزاب اليسارية في فرنسا. الحقيقة رعد، بصرف النظر عن هذا الاختلاف الكبير 2,800,000 حسب المنظمين و1,272,000,000 فرنسي حسب وزارة الداخلية الفرنسية الذين شاركوا في هذه الاحتجاجات بالأمس، هذا الرقم هو الأعلى منذ عشرات السنوات في الشوارع الفرنسية من حيث المتظاهرين. وآخر استطلاع للرأي قامت بمؤسسة إيلاب الفرنسية رعد أكدت على أن 68% من الفرنسيين يرفضون مشروع قانون التقاعد. وقد رصدنا رعد كما جاء في التقرير قبل أن أكون معك على الهواء مباشرة غضب بعض من المتقاعدين وخوفهم على مستقبل أولادهم وأحفادهم، وهذا ما رصدناه بكاميرا القاهرة الإخبارية بالأمس. طيب خالد، يعني معظم المدن الفرنسية الكبرى شهدت احتجاجات يوم أمس، كيف هي الصورة اليوم على أرض الواقع؟ رعد، الحقيقة الحكومة الفرنسية بعد ساعة تقريبا من الآن في تمام 11 بتوقيت باريس 12 بتوقيت القاهرة سيكون هناك اجتماع بقصر الإليزي للرئيس الفرنسي مع حكومته، وذلك في محاولة للتعرف على آخر المستجدات على الأرض. مشروع قانون التقاعد سيكون في صلب هذه المحادثات بالتأكيد. بعض من البنود الخاصة بمشروع القانون سيتم تغييرها في محاولة لإرضاء الشارع الفرنسي الذي يستعد لعمل الكثير من الإضرابات. الحكومة الفرنسية تريد أيضا إيجاد يعني مخرج لأسبوع عاصف قادم بعد الخميس الأسود. بالأمس كان الثلاثاء الأسود، يبدو أن الثلاثاء القادم أيضا 7 من فبراير سيكون ثلاثاء صعب للغاية بالنسبة للحكومة الفرنسية. الحكومة الفرنسية تريد الاستعداد لهذه الاحتجاجات من ناحية، وبصفة خاصة أنها تضرب مفاصل الدولة وتقوم بتمزيق أوصال الدولة الفرنسية على كامل التراب الفرنسي. ولهذا هناك استعدادات من قبل الحكومة الفرنسية من ناحية، واستعدادات أخرى تقابلها من قبل اتحادات العمال وبصفة خاصة من قبل فيليب مارتينيز الأمين العام للفيدرالية العمال الكبرى في فرنسا. وهناك اتحاد واتفاق على اتحاد الأكبر 8 فيدراليات عمالية للوقوف صفا واحدا
أمام الحكومة الفرنسية. الفيدراليات العمالية تريد إجبار الحكومة الفرنسية، نعم، كما حدث في إيبان عصر جاك شيراك، لأن تقوم الحكومة الفرنسية رعد بسحب هذا. ابقى معي خالد للوقوف على المزيد من التفاصيل والأحداث معك، وأيضا ينضم معي للمتابعة عبر الهاتف أيضا من العاصمة الفرنسية باريس ميشيل أبو نجمة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. سيد ميشيل، أهلا بك معنا في هذه التغطية. يعني أحدث التصريحات كما سمعناها اليوم من مهندس مشروع قانون التقاعد أوليفي دوست، وتحدثت ربما يراها مراقبون أن نوع من الاستفزاز للمتظاهرين. برأيك هل يمكن أن يكون لهذه النقابات العمالية ونقابات الأخرى الموجودة في فرنسا من رأي آخر ربما يصعد الشارع أكثر في المرحلة المقبلة؟ هذا من جانب. من جانب آخر، ظهور شخصيات منافسة كانت لماكرون في هذه المظاهرات مثل ميلانشون مثلا، ما تأثيرها على الواقع السياسي في فرنسا؟ نعم، في الواقع ولتبسيط المسائل علينا أن نقول أن هناك نوع من عملية لي ذراع بين الحكومة من جهة والنقابات والأحزاب المعارضة من جهة أخرى. وبالنظر للتعديه الكبرى التي شهدناها بالأمس والتي برزت أيضا في 13 من الشهر الماضي، فإن النقابات لم تتراجع، وهناك أسباب شخصية تتعلق برئيسي أهم نقابتين في فرنسا، وهما الفيدرالية الديمقراطية والفيدرالية الخاصة بالعمل، وكلاهما سيذهبان إلى التقاعد بعد شهرين أو 3 أشهر من الآن. هذه ملاحظة أولى. الملاحظة الثانية، المشكلة الأساسية بالنسبة للرئيس ماكرون أن تراجعه بخصوص إصلاح قانون التقاعد سيعني شلله السياسي لما تبقى له من الزمن في القصر الإليزيه، أي 4.5 سنوات. وبالتالي لا يستطيع الرئيس ماكرون أن يتراجع اليوم، خصوصا أن إصلاح قانون التقاعد كان أحد أهم بنود برنامجه الانتخابي. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، اليوم هناك قراءتان مختلفتان. القراءة الأولى تقدمها الدولة وتقول إن سن التقاعد في فرنسا هو الأدنى في كل أوروبا. اليوم سن التقاعد هو 62 عاما بينما هو 67 عاما في ألمانيا مثلا، في البرتغال، في اليونان. إذن هذه حجة أولى. والحجة الثانية أن قانون التقاعد إذا استمر على حاله فإنه سيفلس في العام 27 وبالتالي يتعين صح. بالمقابل تقول النقابات أن هذا القانون ليس قانونا عادلا ولا يأخذ بعين الاعتبار العديد من الحالات، حيث سيكون من المفترض بالموظف أو العامل أن يعمل لما بعد 67 عاما. والحجة الثانية للنقابات والأحزاب اليسارية والخضر واليمين المتطرف أيضا أن هناك وسائل مالية أخرى غير مد سن التقاعد يمكن من خلالها التعامل مع التوازن الميزانية لنظام التقاعد. إذن اليوم هذا هو السؤال، من سيتراجع؟ هناك عملية عض أصابع، من سيصرخ أولا؟ ثم علينا أن نقول أيضا إن مشروع القانون نقل إلى البرلمان الفرنسي وبدأت اللجان بصياغته، ولإطلاع مشاهديكم على مزيد مما يحصل هنا في فرنسا، قدمت الأحزاب المعارضة وأيضا حزب الجمهوريون الذي يبدو أنه سيتفاهم مع الحزب الرئاسي من أجل تمرير المشروع، قدموا 7,000 تعديل على مشروع القانون الحكومي، 7,000 تعديل، والحال أن هناك فقط 3 أسابيع لدراسة مشروع القانون، وبالتالي ستكون الحكومة في وضع لا يحسن عنه. يعني ألا ترى سيد ميشيل أن 7,000 رقم مهول؟ يعني طبعا 7,000 تعديل، ما هو القانون الذي يتحمل تعديل 7,000 تعديل؟ هذا من ناحيه اخرى. يعني وفق ما افهم من كلام حضرتك ان يعني الواقع في فرنسا لا يتحمل او الميزانيه او الاقتصاد الفرنسي يتحمل ابقاء سن التقاعد على هذا الحال. اذا لماذا هذا الصراخ من قبل النقابات العماليه؟
نعم، كما قلت لك قبل قليل، النقابات العمالية وأيضا أحزاب اليسار والخضر واليمين المتطرف لهم رؤية مختلفة لكيفية إعادة التوازن المالي إلى نظام التقاعد. مثلا إحدى الأفكار المطروحة، لماذا لا تعمد الدولة إلى فرض ضرائب فقط على كبار الأثرياء أو على الشركات التي حققت أرباحا بالمليارات منذ انطلاق جائحة كورونا وحتى اليوم، وخصوصا منذ أن بدأت أسعار الطاقة، كان البترول أو كان الغاز أو كان الكهرباء، بالارتفاع؟ هذا سؤال مطروح جديا. وهناك دول أوروبية منها مثلا إيطاليا ومنها مثلا إسبانيا فرضت مثل هذه الضرائب، ولماذا لا تفرضها فرنسا؟ وتذكر هذه الأحزاب أن أول قرار اتخذه الرئيس ماكرون عندما وصل إلى قصر الإليزيه في العام 2017 هو إلغاء ضريبة الثروة على الأغنياء، وبالتالي نعم. كان يعني شيء مؤثر بالأمس أن المظاهرة مرت في قريبا من مونبارناس، وهي ساحة معروفة في باريس، أمام مطعم اسمه لاروتون، وهذا المطعم هو المطعم الذي يساده بشكل دوري الرئيس ماكرون، ودعا إليه مؤخرا المستشار شولز عندما كان في زيارة إلى فرنسا، ووجدنا هناك أن ما لا يقل عن 40 رجل أمن يذمرون المطعم لحمايته من غضب المتظاهرين. إذن اليوم السؤال هو كيف ستنجح الحكومة في تمرير هذا القرار؟ هي سعت، وانتهي هنا، هي سعت إلى إيجاد نوع من الاتفاق مع حزب الجمهوريون، وهو حزب يميني معتدل. نعم سيد مشير، يعني يبقى التساؤل مطروحا طبعا لحين ما نرى كيف ستتخذ الحكومة إجراءاتها. أعتذر منك سيد ميشيل فقط لضيق الوقت. سيد ميشيل أبو نجمة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي كنت معي من باريس، وافر شكري لك. أعود بعجالة إلى خالد شقير. خالد، لو تضعنا في ردود الفعل في فرنسا اليوم بعد يوم الإضرابات التي وصفتها بأنها الأكبر في فرنسا منذ أعوام. الانتظار والتطورات في الأوضاع والترقب هو الذي ينتظره ليس فقط الحكومة الفرنسية، ولكن أيضا نقابات العمال بتحاول الاستقواء من الشارع. ما أستطيع أن أؤكد لك أن الأسبوع القادم سيكون أسبوعا ساخنا ما بين الفيدراليات العمالية من ناحية والحكومة الفرنسية التي هي مصممة أو تبدو مصممة. ننتظر هذا الاجتماع الهام في قصر الإليزي رعد اليوم، وسنتواصل في الأيام القليلة القادمة لنرصد ما سوف تصل إليه الحكومة الفرنسية من قرارات، وأيضا النقابات العمالية التي أعلنت بالأمس في 17 من فبراير إضرابات أخرى جديدة يمكن أن تشل حركة العمل في فرنسا. نعم خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية كنت معي من مرسيليا، وأفر شكر لك لما أضيت من معلومات في هذه التغطية. إذن يبقى التساؤل المستمر معنا، من سيصرخ، من سيتراجع في فرنسا مع هذه الاحتجاجات وهذه المظاهرات المليونية؟ تغطيتنا انتهت مشاهدينا، لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر انستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة. شكرا لطيب المتابعة، إلى لقاء. هنا القاهرة عاصمة الخبر.